والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. أعداؤك ولوا، أعداؤك ولوا للعدم. والله لن يضروك بأبي أنت وأمي، والله ما ضروا إلا أنفسهم، فلقد آذنهم الله بالحرب، ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك. أعداؤك ولوا، أعداؤك ولوا للعدم. نحن لا نحتاجهم ولا نحتاج أبقارهم ولا حليبهم وزبدتهم، هم يحتاجوننا. قاطعوهم قطعهم الله، ولا تكن المقاطعة ليوم أو لأيام، بل أبدا ما حيينا. تاريخك شمس، تاريخك شمس. المرء مع من أحب، فهل نحبه حقا؟ هل نحبه حقا؟ كما قال لنا صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالديه وولده وماله والناس أجمعين. يقول الحسن مواصلا وصفه لجده صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم أقنى العظمين، أي طويل الأنف، له نور يعلوه، سهل الخدين، ضليع الفم أشنب. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، وكان إذا تكلم رؤي كالنور بين ثناياه. ووالله الذي لا لأنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. واجعل أجفاني كالقلم. فدلك من يقصر عن فداك، فما شهم إذا إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباك. حر كالشمس اسمه محمد، مشتق من الحمد، أي أحمد الناس لربه. وأبوه عبد الله، من العبودية لله. وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم أن يقال عبد الله ورسوله، وهو الذي أتى بدين العبودية الخالصة. وأمه آمنة من الأمن، وقد أمنه الله على وحيه ودينه، كما كانت شريعته أمنا وسلاما. وحاضنته أم أيمن من اليمن والبركة، ومرضعته حليمة، وحليمة من الحلم. وكلها صفات قد اكتملت في شخصيته صلى الله عليه وسلم. أتراهم سخروا من وجه، كم بات يناجي في عظمي. سببتم رسول الله أنف لدينكم، وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنتموني لقائل بذل رسول الله أهلي وماليا. أطعناه لم نعزله فينا بغيره، شهابا لنا في ظلمة الليل هادية. في در ساج منتظم، أتراهم سبوا لحيته. وذكر علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان ضخم الرأس واللحية. اسمع يا من تحلق لحيتك ولا تريد أن تتشبه بنبيك صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: أطلق اللحى، أسدل اللحى، أكرم اللحى، أوف اللحى. لا تتشبهوا باليهود والنصارى. وأغلى أمانينا أن يقدموا لنا اعتذار، أي اعتذار؟ حتى الاعتذار طلبناه على ذل، لأننا استمرحنا الهوان. بجميل صفات
جميل صفات في ذات المرء مع من أحب، فهل نحبه حقا؟ هل نحبه حقا كما قال لنا صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الإيمان؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالديه وولده وماله والناس أجمعين. فصلاة تترى وسلام يا خير الدنيا يا خير الدنيا يا خير الدنيا كلهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.